به مثل ما علمت به أنتم تم تشكيله من طرف السيد رئيس مجلس النواب وتكليفه بالذهاب إلى دولة المملكة المغربية. الثوابت معروفة لديك ولدى الجميع، وأنا أتمنى على الزملاء الذين ذهبوا إلى المغرب قبل البدء أو الجلوس مع مجموعة الممثلة لخالد المسري وهي مجموعة تيار الإسلام السياسي الإخوان المسلمين، قبل الجلوس معهم يجب الحديث على والتأكيد على خروج تركيا ومرتزقتها وحل الميليشيات وتفخيخها وتسليم سلاحها. نعم. عاد ذلك الجلوس معهم بدون اتخاذ أي موقف حاسم في هذه النقاط أعتقد سيكون مضيعة للوقت والذهاب والعودة نفس النتيجة. يجب أن مجلس النواب أن يؤكد على خروج الأتراك ومرتزقتهم والتنظيمات الإرهابية وحل الميليشيات وتسليم سلاحها.